هذا وقد أشارت الدكتورة جميلة السلمان أخصائي أمراض معدية مجمع السلماني الطبي إلى هناك متابعة مستمرة لجميع الحالات المصابة أو تلك المتواجدة في الحجر الصحي من قبل طواقم طبية طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. بالنسبة للأوضاع الصحية في داخل مملكة البحرين، بالنسبة لعدد الحالات الموجودة يتم متابعة جميع الحالات سواء كانت الموجودة في العزل الصحي أو الحجر الصحي بطريقة مستمرة وحثيثة على مدى 24 ساعة من قبل طواقم طبية وتمريضية ومساندة من أعلى المستويات، وهم طبعا يعملون على مدار الساعة. من الناحية العامة بالنسبة لهذه الحالات، بتكلم أول شيء عن الحالات الموجودة في العزل والتي بعضها يخضع للعلاج. معظم هذه الحالات حالتها مستقرة، لا تأخذ أي نوع من العلاج، في مجموعة منها تأخذ العلاج يعني كنوع من الحماية، لأن توجد لديهم بعض الأمراض أو بعض احنا نسميها عوامل الخطورة، سواء كان من حيث السن أو وجود بعض الأمراض المزمنة واللي يتمثل ممكن كالسكري أو أمراض المزمنة الصدرية أو أمراض الكبد أو الكلى المزمنة، أو اللي تأثر على جهاز المناعة واللي تسبب مضاعفات لأي نوع من الالتهابات سواء كانت البكتيرية أو الفيروسية بصفة عامة، ما هي يعني ليس خاصة بمرض كوفيد 19. معظم هذه الحالات مثل ما خبرتكم ان هي جدا جدا مستقره، وراح ان شاء الله تسمعون بعد الى اعداد راح تخرج وراح تتعافى وترجع للمجتمع ان شاء الله وترجع لاهاليهم، بعضها على علاج ويتم مراقبتها واعاده الفحوصات المختبريه وحتى التشخيصيه الاخرى للتاكد من سلامتها وعدم حصول اي نوع من المضاعفات. في الوقت الحالي يوجد لنا حالتين حرجتين بسبب وجود نوع من انواع المخاطره اللي تكلمنا عنها، وهم يعني يخضعون للعنايه المركزه وموجودين على اجهزه التنفس. بالنسبة للمرضى أو اللي احنا ما نسميهم مرضى الموجودين في الحجر الصحي، العدد طبعا نفسه مستقر، حالتهم كلهم مستقرة، لا توجد لديهم أعراض. لو في أحد منهم صار عنده أعراض أو نتحول من حالة سالب، احنا ننتقل للمستشفى ويتم علاجه. بالنسبه للمرضى المتعافين او اللي يخرجون من الحجر، طبعا احنا تكلمنا عن 77 حاله وان شاء الله راح نشوف حالات اكثر، جميعها يتم اعاده الفحص المختبري لهم بصوره دوريه، وحتى بعد خروجهم من المستشفى راح نشوفهم بعد اسبوعين ويكونون في عزل في المنزل، وعقبها بعد اسبوعين، فمده المتابعه لجميع الحالات الموجبه راح تكون 6 اسابيع. بالنسبه للافراد الموجودين في الحجر الصحي، هذا يتم متابعتهم حسب كل التوصيات منظمه الصحه العالميه انه بيروح ل 14 يوم، واخر يوم قبل ما نقول انه ممكن يروح ويرجع لاهله بسلام، احنا بعد نعيد فحص بس للتاكد ان الفيروس مو موجود وما تحول الى حاله موجبه، وبعد ما نتاكد طبعا نسمع لهم طبعا بالخروج الى لعوائلهم، وان شاء الله نشوف اكثر حالات تخرج للمجتمع.